عماد أبو شارب، اليوم شاركت في الوقفة الاحتجاجية أمام سلطة المعارف مطالب. طبعا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه للمشاهدين والمستمعين. طبعا اتيت من قريه حوره تضامنا مع اخواني واهلي اهل النقب وفي نفوذ مجلس الخصوم، والذين يطالبون بابسط حقوق الانسان وهو التعليم والذهاب الى المدرسه. طبعا الحكومه، هذه الحكومه كامر سياسي تحاول عرقله هذه الامور، ومن المخزي أن رئيس الوزراء دائما يتحدث عن التقدم في هذه الدولة والازدهار، وهذا اليوم الرابع على التوالي حوالي 18,000 طالب لا يذهبون إلى مدارسهم وينتظرون حل هذه الإشكالية.